السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذه البقلاوه اللي كتجي زوينه وبعجينه سهله، وتقدروا ديروها وتبقى معكم في الثلاجة وقت ما بغيتوا تهزوا منها، او ديروها في المجمد كتبقى مده طويله في المجمد وقت ما بغيتوها كتلقاوها. كنتمنى تعجبكم ويلا نبداو على بركه الله. عندنا في المقادير 250 غرام ديال الدقيق، جوج كيسان ديال العنبه، عندنا جوج معالق ديال الزبده، الزبده تكون ديال العبار، زبده مزيانه ماشي ديال العلبه، ملعقه كبيره ديال السكر كلاصي. عاد نزيدو ربع كاس ديال الماء الزهر ونكملو بالماء. نحاولوا نجمعوا العجين بلا ما ندلكوه، صافي منين يتجمع لينا نديروه في بلاستيك ونديروه في الثلاجه. وهنا عندي 500 غرام ديال اللوز اللي سلقته، حيدت ليه القشره، غندير ليه معلقه ديال الزيت يتحمر. هنا ملي تحمر ليا اللوز طحنتو، درت فيه معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال القرفه، صاشيه ديال زهره البرتقال، نزيدو 100 غرام ديال الزبده. الزبده من الاحسن تكون حيوانيه ما تكونش ديال البواطه. نبدو العجين من الثلاجة ونسرحوها بنشا، نسرحوها رقيقة ونطويوها على شكل مسمنة. صافي ملي نشكلوها على شكل مسمنه نعاودو نسرحوها مره اخرى. صافي ونعبروا على الطاوله اللي غادي نديرو فيها، انا فيها 30 طول و 25 عرض. وهنا تقطعوها مربعات، ديروا الحجم اللي بغيتو
ومنين نكملو نسقيوها بنصف كاس ديال الزبده اللي درته فوق البوطه. درت الزبده فوق البوطه حيت من الحليب وصفيتها. وهنا ملي غنكمل غادي صافي. هنا ملي سقيناها بالزبده ندخلوها الفران اللي يكون سخون من قبل ويكون شاعل غير من تحت صافي، ومنجهدوش عليها ونخليوها طيب على خاطر حتى طيب لينا ونخرجوها ونسقيوها بالعسل. وبالصحه والراحه، كتجيب قلاوه واعره زوينه، كنتمنى تجربوها. صافي هنا ملي خرجتها من الفران كنسقيها بالعسل. العسل يكون بارد، غير تخرج من الفران تسقى بالعسل. وبالصحة والراحة.